لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 3 الصف الثالث الابتدائي ترم 2 الترم الثاني، ولسه بنكمل مع بعض شرح يونت 7 Where are the family؟ Where are the family؟ أو أين الأسرة؟ وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. كنا أخذنا المرة اللي فاتت الـ Present Simple، الـ Present Simple أو المضارع البسيط، وعرفنا الشرح الخاص به في الدرس اللي فات. لو ما اتفرجتش على الحلقة دي لازم تتفرج عليها لأنها مهمة جدا. والنهاردة هنتكلم عن الـ Past Simple، الـ Past Simple أو الماضي البسيط. هو اسمه ماضي بسيط أو Past Simple، يعني حاجة حصلت وانتهت في الماضي خلاص. أنا بتكلم في الوقت ده عن حاجة حصلت ابتدت وانتهت في الماضي كمان. طبعا الـ Past Simple هو زمن جميل جدا احنا بنستخدمه في كلام كتير او بنقوله كل يوم، انا عملت، انا اكلت، انا شفت، انا مشيت. فالباست سيمبل او الماضي البسيط هو حاجة حصلت وابتدت وانتهت في الماضي وخلاص، هي مش موجودة دلوقتي. فانا بتكلم عنها لما باجي اتكلم بصيغة الباست سيمبل او الماضي البسيط، الفيرب او الفعل اللي انا بستخدمه في الجملة بتاعتي بيتحط له ED في نهاية الفيرب علشان تعبر على انه هو خلاص حصل في الماضي. طبعا ده بالنسبة للregular verbs او الافعال المنتظمة الافعال العادية، بجيب الانفينيتيف او المصدر بتاع الفيرب واحط له ED، زي مثلا visit بتبقى visited. لكن في حاجة اسمها الirregular verbs، الirregular verbs او الافعال الغير منتظمة الافعال الشاذة، طبعا دي الانفينيتيف بتاعها او المصدر بتاعها بيبقى شكله غير شكل الماضي بتاعها او الباست بتاعها، يعني ما بحط لهاش ED علشان تبقى في الماضي، بيبقى ليها صيغة تانية، ودي لازم نحفظها بمرور الوقت، هنقدر نحفظها كلها على مدار السنين. فكل ما ناخد فيرب من الفيربات دي لازم نحفظها على طول، لان هي ما ينفعش معاها غير الحفظ، نحفظها في المضارع او في المصدر بتاعها ونحفظها في صيغة الماضي كمان بيبقى شكلها عامل ازاي. فهنا بيقول لنا في الباست سيمبل او الماضي البسيط، بيقول لنا طبعا ان الافعال المنتظمة بنحط لها ED زي visit بتبقى visited، يعني زارة، visit يزور، visited حطينا لها ED هنا بقت زارة. اما بالنسبة للregular verbs او الافعال الغير منتظمة اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنها زي go، لما اجي اقول go يذهب، لما اجي اقول ذهب خلاص مشي خلاص بتبقى went، went يعني ذهب بس في الماضي. طبعا دي لازم نحفظها، نحفظ go في المضارع يعني يذهب، لما اجي اقول بقى خلاص انا ذهبت او هو ذهب بتبقى went، went يعني ذهب. زي see يعني يرى، طبعا ده في present، بتبقى so يعني رأى في الماضي، so رأى في الماضي، ما بنحط لهاش ED لأن ده regular verbs أو فعل غير منتظم. طبعا هنا بيقول لنا الـ usage أو الاستخدام بتاع الـ past simple بيكون to express علشان نعبر an action عن فعل that started and finished in the past، بدأ وانتهى في الماضي. طبعا في الـ keywords بتاعة الـ past simple أو الماضي البسيط، الكلمات الدالة على الزمن ده، زي مثلا yesterday، yesterday يعني أمس، last year، last year يعني السنة الماضية، ago، ago يعني منذ،
بتكلم على حاجة حصلت منذ مثلا month ago, week ago, a year ago, وهكذا. ago يعني منذ وقت عدى وفات خلاص. وطبعا in the past يعني في الماضي. دي keywords أو كلمات بتدل على الزمن ده. طبعا بيدينا هنا example وبيقول لنا last year I learned to swim. last year السنة اللي فاتت I learned, learn يعني يتعلم, حطينا لها ed بقت learned يعني تعلمت to swim السباحة. يبقى last year I learned to swim. طبعا في النيجاتيف لما بحط بقى النفي, لما بحط الجملة بتاعتي في صيغة النفي طبعا في الباست سيمبل او الماضي البسيط بقول didn't قبل الفيرب, والفيرب بيجي زي ما هو في الانفينيتيف. يعني بقول السبجكت اللي هو الضمير, بعدين بقول didn't, بعدين بجيب الفيرب زي ما هو كأنه في المضارع في المصدر بتاعه. زي مثلا لما اجي اقول I didn't go to school yesterday. I didn't go يعني أنا لم أذهب to school yesterday للمدرسة امبارح. لما أجي أسألك سؤال اسمه yes or no question, طبعا yes or no question يعني السؤال ده بيكون إجابته yes or no, أيوة أو لا. فبجيب did في الأول وبعدين بجيب I أو you أو we أو they أو he أو she أو it طبعا اللي هو subject بعد كده, وبعدين بجيب الverb في الinfinitive, وده بيكون معناه هل. يعني مثلا لما اجي اقول لك did you learn to swim, هنا الترجمة بتاع السؤال ده هل انت تعلمت السباحة. in English language يا اصحابي او في اللغة الانجليزية مفيش حاجة اسمها هل. لما اجي اسأل حد واقول له هل, بجيب did في الأول وبعدين بجيب السبجكت أو الضمير وبعدين الفيرب في المصدر أو في الانفينيتيف وبعدين بكمل السؤال عادي, وده بيكون معناه هل. فأنا لما أجي أقول لك مثلا did you learn to swim, هل أنت تعلمت السباحة, طبعا ده اسمه yes or no question, الإجابة بتكون yes or no. لو yes, لو أنت تعلمت فعلا هتقول لي yes I did, نعم أنا تعلمت. لو الإجابة بتاعتك no هتقول no I didn't, لا أنا ما تعلمتش السباحة. ال WH questions أو الأسئلة اللي بتبدأ ب WH, وإحنا عندنا حلقة كاملة مفصلة عن ال WH questions في القناة شرحها باستفاضة, اللي هي what و why و when و where, اللي هي أدوات الاستفهام بتاعتها بتبدأ ب WH. طبعا بيكون عندنا صيغة السؤال اللي هي what أو why أو when أو where plus did, بعد كده بيجي did, بعد كده subject أو الضمير, بعد كده infinitive. مثلا لما أجي أقول لك what did you do last summer, what did you do last summer, أنت عملت إيه الصيف اللي فات. طبعا هنا أنا بسألك على حاجة أنت عملتها الصيف اللي فات, أنت عملت إيه الصيف اللي فات, ده مش yes or no question, أنت لازم ترد عليا وتقولي بقى أنت عملت إيه الصيف اللي فات. وعندنا البراكتس الجميل ده بيقول لنا هنا choose the correct words, اختار الكلمات الصحيحة. فبيقول لنا هنا أول حاجة I visit ولا visited ولا visits my grandparents last month. المفروض أقول إيه يا أصحابي, I visit ولا visited ولا visits, أنا زرت جدي وجدتي الشهر اللي فات, أقول إيه. شاطرين طبعا I visited, I visited يعني أنا زرت جدي وجدتي الشهر اللي فات, I visited my parents last month. طب لما اجي اقول لك what, do ولا does ولا did you do last summer, انت عملت ايه الصيف اللي فات, اقول لك do ولا does ولا did. شاطرين طبعا do does بتاعت ال present او المضارع, لكن did بتاعت ال past او الماضي. فبقول لك what did you do last summer. طب لما اجي اقول لك she don't ولا didn't ولا isn't learn to swim, هي ما تعلمتش السباحة, she don't ولا didn't ولا isn't learn to swim, هي لم تتعلم السباحة في الماضي.
شاطرين طبعا. don't يعني في المضارع و isn't طبعا ده verb to be، لكن لما نقول هي لم تتعلم السباحة هنقول she didn't learn to swim. she didn't learn to swim. طب لما اجي اقول لك do ولا does ولا did they help their parents yesterday، هقول do ولا does ولا did؟ عايز اقول لك هل هم ساعدوا باباهم ومامتهم امبارح، اقول لك do ولا does ولا did؟ شاطرين هقول لك did they help their parents yesterday، هل هم ساعدوا باباهم ومامتهم امبارح؟ هل هم ساعدوا باباهم ومامتهم امبارح؟ وده طبعا yes or no question زي ما قلنا من شوية. طيب اخر حاجة لما اجي اقول لك she helped her mother، هي ساعدت مامتها، now دلوقتي ولا usually عادة ولا yesterday امبارح؟ she helped طبعا help ده اهي فيها ed ده في الباست، her mother مامتها، now الآن ولا usually عادة ولا yesterday؟ شاطرين طبعا لما اجي اقول لك she helped her mother ده حاجة حصلت في الماضي فنقول yesterday او امبارح. وعندنا زمن تاني جميل قوي المفروض هنتكلم عنه دلوقتي وهو ال present continuous. ال present continuous او المضارع المستمر. يعني ايه present continuous يا اصحابي؟ يعني ايه مضارع مستمر؟ يعني حاجة بتحصل دلوقتي وانا بتكلم عنها دلوقتي، بتحصل حاجة او انا بكلمك دلوقتي عنها هي بتحصل right now الان. وطبعا ده اسهل زمن في اللغة الانجليزية يعتبر ال present continuous، وبنستخدمه كتير جدا. ليه؟ لان احنا ممكن نكون بنتكلم على حاجة بتحصل دلوقتي، غالبا بنتكلم على حاجة بتحصل دلوقتي، فده اسمه ال present continuous او المضارع المستمر. هو التكوين بتاعه بيكون بسيط جدا، بيكون عبارة عن ال subject اللي هو I he she it you we they، بعد كده verb to be اللي هي am او is او are، بعد كده ال verb اللي احنا بنستخدمه في الجملة بتاعتنا وبنحط في نهايته ing. اول ما تشوف الفيرب في نهايته ing بعد فيرب تو بي والسبجكت تعرف ان انا بتكلم على حاجه بتحصل دلوقتي، وده اسمه البريزنت كونتينوس. فهو هنا بيقول لنا البريزنت كونتينوس او المضارع المستمر، وهو مستمر علشان هو بيحصل دلوقتي. بيقول لنا الفورم بتاعته عباره عن السبجكت اللي هي I he she it we you they، بعد كده فيرب تو بي اللي هي am او is او are، بعد كده الفيرب بال ing، وطبعا زي ما قلنا ده بيعبر عن حاجة بتحصل دلوقتي وقت الوقت اللي انا بتكلم فيه. زي مثلا لما اقول لك today اليوم I am riding my bike to school، انا راكب العجلة بتاعتي للمدرسة. today I am riding ال ing اهي I am ال I subject am طبعا ده verb to be، riding الverb بال ing يبقى انا دلوقتي راكب العجلة بتاعتي my bike to school العجلة بتاعتي للمدرسة. مثلا كمان لما اجي اقول لك my little sister is learning to read، اختي الصغيرة بتتعلم ازاي تقرا. طبعا انت لما تسمعني وانا بقول كده هتعرف ان هي بتتعلم دلوقتي، والوقت اللي انا بتكلم فيه ده هي بتتعلم فيه القراية. my little sister اللي هي she يعني is الverb to be اهو learning، learning الverb بال ing to read. المفروض انت لما تسمع دلوقتي تعرف ان هي دلوقتي بتتعلم القراية. طبعا بيقول لنا ال usage او الاستخدام بتاع الزمن ده، بيقول لك to express an action that is happening now. that is happening now يعني بيحصل دلوقتي، ان احنا بنعبر على عن فعل بيحصل دلوقتي وقت الكلام اللي انا بتكلمه معاك. طبعا الكيوردز او الكلمات الدالة على الزمن ده زي كلمة now، now يعني الان now، وزي كلمة listen، listen يعني استمع، وزي كلمة look، look يعني انظر، وزي كلمة today، today يعني اليوم. كل دي كلمات بتعبر عن ال present continuous أو زمن المضارع المستمر. وطبعا
في عندنا example هنا بيقول لك listen استمع she is singing هي بتغني she is she اهو السبجكت is verb to be singing بتغني الفيرب بالاي ان جي يبقى هي بتغني دلوقتي وانا بتكلم معاك لما اجي احطه في النيجاتيف او في النفي بيقول لنا هنا بنجيب السبجكت اللي هو اي او هي او شي او ات او يو او وي او ذي السبجكت اللي هو الضمير بلس فيرب تو بي اللي هو ام او از او ار بلس نوت بنحط نوت بس وبعدين برضو بيجي الفيرب بالاي ان جي عادي فلما اجي اقول لك مثلا ان هو مش راكب العجله دلوقتي مش راكب الدراجه بتاعته دلوقتي هقول لك he is not riding his bike لما انت تسمعني بقول ده تعرف ان هو مش راكب الدراجه بتاعته دلوقتي he is not riding his bike هو مش راكب الدراجه بتاعته دلوقتي وكمان ممكن اجي اقول لك they aren't learning to swim هم مش بيتعلموا السباحه يبقى هم دلوقتي ما بيتعلموش السباحه لما اجي اعمل yes or no question في ال present continuous او زمن المضارع المستمر بجيب verb to be في الاول بعدين بجيب ال subject او الضمير بعدين بجيب ال verb بال ing زي مثلا لما اجي اقول لك is she learning to ride a bike هل هي دلوقتي بتتعلم تركب دراجة هنا ده معناه هل لما اجيب verb to be في الاول وبعدين السبجكت وبعدين الverb بالاي ان جي واكمل السؤال كده يبقى انا بسألك هل هي بتعمل الفعل ده دلوقتي is she learning to ride a bike هل هي بتتعلم ان هي تركب دراجة ده yes or no question او سؤال الاجابة بتاعته بتكون ب yes or no فلو هي بتتعلم دلوقتي هتقول لي yes she is نعم هي بتتعلم دلوقتي لو هي ما بتتعلمش ان هي تركب دراجة دلوقتي هتقول لي no she isn't لا هي ما بتتعلمش تركب دراجة دلوقتي يبقى مرة تانية is she learning to ride a bike هل هي بتتعلم تركب دراجة هتقول لي yes she is لو هي بتتعلم or no she isn't هي ما بتتعلمش طيب ال WH questions او ادوات الاستفهام اللي فيها WH بنحط طبعا أداة السؤال في الأول وبعدين بنجيب verb to be وبعدين بنجيب subject وبعدين بنجيب الverb بالing طبعا زي ما أجي أقول لك what is she doing هي بتعمل إيه دلوقتي طبعا لما أجي أقول لك كده تعرف إنها بسألك هي بتعمل إيه دلوقتي what is she doing ماذا هي تفعل الآن وعندنا practice أو تدريب جميل قوي على الجزء ده بيقول لنا هنا choose the correct words أو اختار الكلمات الصحيحة فهنا مثلا بيقول لنا she is learn ولا learned ولا learning to read هي بتتعلم القراية طبعا احنا قلنا لما يجي verb to be بيجي بعد منه الverb بال ing يبقى نقول she is learn ولا learned ولا learning to read هي بتتعلم دلوقتي القراية شاطرين هنقول learning هي بتتعلم دلوقتي القراية طب لما اجي اقول لك today النهاردة I am riding ولا ride ولا rides my bike انا النهاردة راكب الدراجة بتاعتي يبقى هقول لك today I am riding ولا ride ولا rides my bike شاطرين طبعا I am riding my bike طب لما اجي اقول لك what is ولا am ولا are you doing you بيجي معها is ولا am ولا are شاطرين طبعا what are you doing انت بتعمل ايه دلوقتي طب لما اجي اقول لك is he هل هو paint ولا painting ولا paints a picture هل هو بيرسم لوحة دلوقتي فهقول لك is he paint ولا painting ولا paints a picture شاطرين طبعا هقول is he painting هل هو بيرسم دلوقتي لوحة طب اخر حاجة لما اجي اقول لك what are he ولا she ولا they doing he او she بيجي معهم are ولا they بيجي معها are وبعدين doing هما بيعملوا ايه دلوقتي يبقى what are he ولا she ولا they doing
شاطرين طبعا. what are they doing؟ لأن he و she بيجي معاهم is، طبعا they بيجي معها are، يبقى what are they doing، هم بيعملوا ايه دلوقتي. بكده نكون أخدنا جزء مهم جدا في الجرامر النهاردة. عايزكم تذاكروا الجزء ده كويس قوي، في لسه جزء كمان هناخده الحلقة الجاية إن شاء الله. أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا من الدرس. عايزكم تتدربوا على الجزء ده كويس جدا وتحفظوا الفورم بتاعة كل زمن من الأزمنة دي. الجزء ده مهم جدا وهيتبني عليه حاجات كتيرة بعد كده. أتمنى أن أنت تكون استفدت من الدرس. لو أعجبك الدرس أعمل لايك، أتمنى ألاقي 1000 واحد استفادوا أو 1000 لايك تحت الفيديو. والأهم أنك تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.